المحمول في هذا الاستعراض العسكري الخاص بالشرطة الوطنية، إذا وحدات مختلفة نتابع بعض المعطيات بخصوصها مع المفوض علي أحمد ملاي عباس. هذا الفصيل المحمول لشرطة النجدة، وهي وحدة مزودة بالسيارات ذات دفع رباعي تتم وقع في أماكن حساسة في المدن، وخاصة عند ملتقيات الطرق، وتستجيب تلقائيا لنداءات الاستغاثة بتدخل ميدان سريع، وعند القبض على المتهمين تقوم بتسليمهم لأقرب مفوضية وتعود إلى موقعها لاستلام المهمة الثانية تم إنشاؤها سنة 2018. ونحن الآن أمام وحدة الدراجات النارية، وهي وحدة تقوم بمهمات المرافقات وحماية الشخصيات الرسمية، تمتاز بالقدرة على المناورة والتحرك في الأماكن الضيقة. إذا تحية من المنصة الرسمية من فخامة رئيس الجمهورية لهذه الوحدات المحمولة المشاركة في المسير العسكري الكبير، احتفاء بمرور 58 سنة على ذكرى الاستقلال الوطني. الصور دائما للشرطة، تمتاز كما قلت بالقدرة على المناورة والتحرك في الأماكن الضيقة، وعند ازدحامات المرور الخانقة لتأدية المهام الأمنية المختلفة. حضور المرابط هي وحدة نساء الشرطة، وهي كما تشاهدون هذه ضابط من الشرطة وبرفقتها مجموعة من الأفراد، وتليها مباشرة وحدة الدوريات العادية، وهي العنصر الأساسي في جميع هيئات الشرطة المحلية، تعتبر ذات فعالية في الوقاية من الجرائم وردع من تسول له نفسه ارتكابها. تليها وحدة الشرطة القضائية، مهمتها معاينة الجرائم الموصوفة والقيام بالتحريات اللازمة والجمع وفحص الأدلة والكشف عن مرتكبيها وملاحقتهم والقبض عليهم وإحالتهم إلى العدالة طبقا لمقتضيات مدونة الإجراءات الجنائية وإعداد المحاضر والبحوث القضائية. كذلك تمارس مهامها في ظل مديريات جهوية تغطي كافة ولايات الوطن، وتضم مكتبا وطنيا للمخدرات والمؤثرات العقلية له صلاحية على امتداد التراب الوطني، ومكتبا وطنيا للشرطة الدولية، ومختبرا وطنيا للشرطة الفنية والعلمية. وهذه هي الوحدة، وحدة مكافحة الإرهاب كما تشاهدون، هي وحدة تم إنشاؤها سنة 2007، وتتبع لإدارة أمن الدولة. مهمتها مواجهة العناصر الخطيرة الطالعة في العمليات ذات الطابع الإرهابي والسيطرة عليها، ومن مهامها كذلك التصدي للعمليات المسلحة وعصابات الجرائم العابرة للحدود، وتحرير الرهائن وحماية النقاط الحساسة، والتأمين وحماية الشخصيات الرسمية. ولها ميزة تمتاز بأنها تتشكل من عناصر النخبة من الشرطة الوطنية ممن خضعوا لتدريبات عالية المستوى، واكتسبوا مهارات ميدانية في الفنون القتالية، وفاءً بخدمة